مرحبا بكم الناس الكل، أنا وصلوا دور بتاعنا بتاع البلوجر نوتر في مصر يوم فهي كما خلينا المرة اللي فاتت عملنا ورقة شفنا كيفاش عملنا كونستروير البلوجر كيفاش كرياسيون تاع البلوج عملنا الكرياسيون خدمنا العلاقة ما بين البلوجر بتاعنا والجوجل سيرش كونسول والفيل برنر عملنا شفنا هضمنا على الاثنين كل حاجة ايش تعطينا دقت الحق بتاع البلوجر ايش فيها وعملنا الارتكل كما تهمنا المعرفة كل ارتكل اكيد عندي التسمية الخاصة به التاكس هضمنا فيها التاكس بتاع جيت يقولوا عندي دو قاعدين هنا في ارتكل زدت شوية ارتكلات ايش عملت بالطبيعة لازم تمشي تدخل في الـ في الـ في الدومين تاع البيبينج ماكش باش تجيب افكار ما عندك وماكش باش تشوف الناس كفرين وكذا لازم اول حاجة تعملها تشوف السيت في المنافسة ليك مثلا باش تعمل تاني سيت على مدريد على ريال مدريد شوف دخلت على السيت هذا يقول لك نفس السيت هذا يعتبر سيت منافس ليا لازم لي ديما نشوف هو واش يعمل نشوف الاخطاء اللي عنده ما نقعش فيها وما نحاول وما نكررش نفس المقالات نتاعها نحاول اللي نجيب حاجه مستفاده عليها هذا السي نتاع اكيد هو عامل تاع عامل السيت نتاع ادورد بريس لكن هذا كله مش مشكله نخدم على روحي نوصل للي كيف ولا حتى خدمه حاجه اخرى شوف حتى سيتات بالفرنسية بالانجلية مثلا هذا سيت خط بالفرنسية ربط في نفس ممكن هي معناتها ممكن ترجم ممكن اترجم ديز ارتيكل من هنا تهز افكار تحولها مثلا تفورمها عندك حاجات من نوع هذا ديجا السيت هذا مخدوم مخدوم من HTML اصلا هذه كنظرة عامة وروبة ثم حاجة أخرى مهمة ياسر حكينا في المرحلة هي فئة الأرباح باش نجي ندخل هنا كيفية التأهل إلى أدسنس عطاني لهنا المتطلبات اللي شنو طالب مني بالضبط أدسنس باش يقبلني هل لديك محتوى خاص بك تم إنشاؤه من الصفر أهم حاجة يكون المحتوى بتاعي الخاص بي باش يقبلني أدسنس من الوصول إلى رسم ملاحظة من المهم أن تتمكن من الوصول إلى رسم ملاحظة HTML الموقع الذي ترسل إلى الأساس لازم أن تكون على الأدمين بتاع السيت بتاعك ويتوافق المحتوى بتاعك مع سياسات جوجل أدسنس ومنها سياسات البرنامج اللي تدخل هنا تلقى سياسات البرنامج ولهذا حاجة مهمة أخرى لازم تكون عمرك أكثر من 18 عام سينو ما يقبلكش أدسنس ما يقبلش أقل من 18 عام إذا أنا البلوج متاعي صحيح متهن عليه أو حاط 100% أن الأدسنس باش يقبلني نعمل اشتراك في الأدسنس لهنا كما قلنا المرة اللي فاتت لازم تكون لي زارتيكل متاعي خدم وحدي لازم تكون عندي باجات اللي تهمني في المرة اللي فاتت عندي من نحن تصل بنا سياسة الخصوصية حتى صفحة للشروط والأحكام كما هذه الشروط والاحكام اهلا بكم في موقع كذا كذا نستعمل موقع خدماتي الرسمي الالكتروني محكوم بشروط الاستعمال التالي حط شروط الاستعمال ان المواد مثلا المنشور نتاعك مملوك للموقع حتى حد ينجم يهزها وتحط شروط اخرى مثلا الناس باش تعمل الكومنتار اللي عندك ما شنو هي الشروط نتاع كل كومنتار باش الانسان ما يتفسخش الكومنتار نتاعك يكون المواد مشجع للارهاب مثلا الجرائم حاجات من نوع هذا وتكتبها في الـ في الـ في الـ في هذه في باج الشروط والاحكام عندي كات باج لهنا وعندي المشاركات الاحصائيات كي باش نشارك في ادسنس لازم تكون الاحصائيات متاعي مثلا انا عندي مرات مشاهده صفحه اليوم 2 انا 12 مرات المشاهده كلها 48 هي لمحة ثم عملتش ثم بديش نبارتاجي في السيت بتاعي لازم نبارتاجي في لي ريزو
الشيوخ، لازم نبارطاجيه في المنتديات، لازم نبارطاجيه في بلوجات اخرى، يعني يجي في بلوج تعمل كومنتار فيه الاسم بتاعي فيه اليان بتاع السيت بتاعي باش يقوي السيت بتاعي ويجيني زيارات. برشا حاجات برشا لازمها برشا خدمة، والخدمة هذه باش تشوف باش تشوفوها اكيد ولا شفتوها عند الفورماسيون تاع لي ريزو سوسيو في فورماسيون صابرين. دونك ديجا الزيارات هذه اللي شفت عملت حتى شيء، عملت حتى مجهود، ثم عملت حتى مجهود جيت كتبت المشاركات وعملت الحاجات اللي شفتهم قبل. اليوم ان شاء الله باش نخدموا باش نعملوا نجيبوا تاع البلوغ تاعنا عرض المدونة من البلوغ تاعنا ما نبغاش حاجة باش نعملوا باش نجيبوا تاعنا يكون يجلب الانظار باش كي يجي يدخل الزائر تعجبه ممكن يبقى اكثر مدة ممكن اطول مدة ممكن يبقى المدونة تاعنا باش نخدموا باش نحطوا باش نخدموا التعمل تاعنا او القالب بالعربية نجيو لهنا المظهر نعمل تعديل HTML. HTML أول حاجة في الفيرسيون القالب نتاعنا القديم إذا خص إذا كان أنت عندك قالب من قبل مهبطة من الإنترنت وفيه باش يبدو فيه دي كود زايدين ولا باش يبدو فيه ديزابليكاسيون ولا حكاية النص البلوج نتاعنا نجي نهزو كود التنظيف غير نحطو لكم نجي نحطو نعمل حفظ المطلب هيك يولي نظف لي البلوغ متاعي نظف البلوغ متاعي دو نجيب كيف باش نشري القالب القالب هذا اللي شريناه اسمه ألفا ماك قالب منتج قالب سريع جدا قالب فيه برشا فيه برشا اوبشنات تنشوفوها ديجا تفهمت انا ومرة القالب اذا فما شكون يحب يشري باش يعمل مع سوم واللي بيحنا اشترى السوم نحطو نشوفو شو اسمه لي زوبسيون اللي فيه نهز القالب هذا تاع الفا ماك هذايا باش نهز كوبي نجيب هنا نعمل كل سامبل هنا نجي نعمل له كوبي هذا القالب نتاعنا نجي بعدين نعمل له حفظ المرض بعد ما عملنا حفظ المرض نجي نعمل له عرض المدونة نجي نشوفه كيفاش ولا كيفاش الرد نتاعنا تجاه هذه حطنا العرض الانترنت عندي رزنت شوي مش هو القالب درزين اما الانترنت عندي درزنت شوي الصفحة الرئيسية قرب بره الرسم لا يمكنك استخدام هذا الاخ لا يمكنك لازم نعمل رخصة التفعيل هذه عملها سكيورتي اللي هو السيد باش نعرف الاسم واللقب الجنس ما هو اسم القالب والشرائح يجي هو القالب رابط مدونتك الرابط بتاعي من البريد الالكتروني بتاعي عندي مفتاح خاص بي هذا باش نهزه ونحط في الأرض باش نحطه عندي ونعمل الحصول على رمز التفعيل هذه حاجات خاصة بالقالب اللي شريناها نقص لحظة نعبي البيانات هذه نرجع هنا عبيت البيانات بتاعي وعملت وافق على شروط الاستخدام عن أشيد له هنا هذا الكود هذا هزت على عليه هو من المراوح حطيت له هنا البلوك نوت شو عمل حصول على رمز التفعيل أعطاني رمز التفعيل هذا مش نزل في عندي له هنا التفعيل ريجستر مش هذا ليش تو نجيب هنا باش نرجع
Aspetta, نرمل ما عندي قالب شنو نقول حاجة اسمها التفعيل. أداة تفعيل القارب هنا باش نجيبو مفتاح القفل نحطو هنا، وكود التفعيل نحطو هنا، هما موجودين هنا. هذا المفتاح بتاعنا، هنا كود التفعيل، كود الألت زو كوبي، وكل هنا يكون نعمل وبعد نعمل حفظ. لما حفظ التغييرات نجي نشوف نعمل عرض المدونة، نشوف ايش باش يعطيني بالضبط. مبروك، لقد تمت عملية التفعيل بنجاح. شو اسمه، بعد ما عملنا عملية التفعيل هذه ديجا هذه سكيورتي أخرى عملها مولا الدعم مولا القالب، عمل الفازة هذه باش وقت يعمل التفعيل يمشي يعمل يمشي بالرن يعمل، يعمل التفعيل وهو يعمل يعدين يفعل القالب من عنده هو. نعم، لهنا كملنا كل شيء السماء جست يصير التفعيل نتاع القارب نتاعنا ويولي يخدم على روحه. باش عندي لهنا ثم برشا حاجات، مثلا الحاجات اللي باش نزيدها الكل نلقاها لهنا، مثلا هذه رأس الصف. إذا كان عندي عامل أنا عامل شو اسمه عامل لوجو للسيت نتاعي كيما هيك، كيما هذا عامل ألف عمارج وكذا حاجة خدمها تصويرة بالفوتوشوب، نولي نعمل صورة هذه. إذا أنا ما عنديش تصويرة نولي نعملها إزالة الصورة من الموقع، إزالة الصورة ناحية الصورة، ونولي يبان كان الاسم بتاع المدونة بتاعي في بعض اللوجو. هذه من الحاجات المهمة. أما الإعلانات، إعلان الهيدر هذا اللي باش تلقاه من فوق، ولي تحط الكود نتاع الإعلان نتاعك، ولي الإعلان نتاعك يخرج غادي تجيبه من لاتس أس، شنو هو الآخر، مواقع التواصل الاجتماعي، معظم شيء نهجتوه من المظهر نشوفو كيفاش لهنا، الصفحات نتاعنا، إجا إحنا عندنا صفحات، عطو نشوفو كيفاش باش تخرجوها، وشنو هو الآخر. هذه بالطبيعة مش باش نمسو، هذه نتاع الأخبار وحدها تمشي. شنو هذا؟ تابعنا على تابعنا على هذه نعمل لها باش نحطو لهنا البوست الفيسبوك نتاعنا وتويتر. ديجا هاكم نشوفوها كلها كيفاش سهلة على الأخر. لهنا كيجي للمظهر نجي تعديل HTML، بعد ندخل هنا شمال نعطي بيش باس نجي نعمل هنا نعمل كنترول اف باش نعمل الميتا نلوج على الميتا نتاعنا. بالنسبة للميتا تاعي شنو الحاجة اللي باش نبدل، عطهم لي ديجا هنا في التصوير هاذيا عندي الحاجة الأولى باش نبدلها باش نكتب ديسكريبشن تاع البلوج نتاعي لهنا باش نخدم دفتر هذي شو اسمه جوجل ويب ماستر هو جوجل سيرش، انا اللي جوجل سيرش انشر هذاك اللي عملناه، نشوف الكود نتاع هنا الكود نتاع البينج ويب ماستر اللي هو نورمال موتور دي ريشيرش. اذا سحق هنا باش نجي باش يعطينا كود باش نحطو لهنا، ولا اليكسا كيف يجي تدخل تعمل اليكسا كوم كوم وتجي تقول اعطيني كود دي فيريفيكاسيون باش نحطها في السيت نتاعي، يعطيك كود لهنا. لوتر نيم حط الاسم بتاعك
شو اسمه الريتم اللي هي للكونتري هذا البلاد اللي انت فيها ايش تحط اللي انت الحين في دماغك تكتب تي ام انا في شو اسمه في العاصمه شو اكتب فينيس تي ام كيف كيف باش نخدم هنا الباج فيسبوك بتاعي نحط الايدي بتاع الباج الايدي بتاع الكونت بتاعي الباج بتاعي هنا اللي هي بتاع الباج اللي هي بتاع الكونت بتاعي تويتر باش نحط تويتر بتاعي مش حط التفكير هو نفس بتاع السكول كريتيف هو نفس بتاع تويتر واحد بشكل هذا كمان تلقى تأثير بتاعي هذا بالنسبة لكل ما يخص التركيب القالب بطبيعة ما زلت لي إتاب اللي هي باش نكلم باش نكلم مولع مولع القالب باش يفعله لي بعد ما يصير التفعيل عطونا هي نعمل فيديو نشوفوه يا خلوه نشوفوه مع بعضنا الفورماسيون كيفاش باش يكون هذا كل شيء اذا فهمنا بطبيعة استفسارات وكذا باش نشوفوه مع بعضنا الفورماسيون ان شاء الله مرسي بكل نتلاقوا على قريب ان شاء الله.